أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور كل صباح. يسعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. نشرة مرور صباح يوم الخميس الموافق 4 مايو لعام 2023. اليوم أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، حيث قرر مجلس الوزراء كافة الأعياد يتم ترحيلها إلى يوم الخميس ربطها مع أجازة نهاية الأسبوع، أي اعتبارا من اليوم ولمدة 72 ساعة أجازة رسمية، أجازة عيد العمال وأجازة نهاية الأسبوع. بحمد الله منذ الصباح الباكر هدوء تام على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بمناسبة توجه السادة المواطنين ذهابا وإيابا إلى المحافظات الأخرى والمدن الساحلية لقضاء أجازة نهاية الأسبوع وعيد العمال، حيث تم تعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريعة صحراوية وزراعية بمجموعات الدراجات البخارية وسيارات الغاز الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة المتحركة ورادارات للتأكد من التزام قائدي السيارات بتعليمات وقواعد وآداب المرور بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وأيضا منع أي حوادث مرورية قد تحدث يكون لها تأثير سلبي على حركة سير السيارات. تشهد البلاد اليوم ارتفاع شديد في درجات الحرارة قد تصل إلى 33 درجة مئوية، لذلك بننصح السادة قائدي السيارات أثناء السير على الطرق الصحراوية نتيجة لسخونة الأسفلت أن تكون السرعة هادئة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة مع الالتزام بالحظر المضية. أيضا سرعة الرياح قد تصل إلى 35 كيلو متر في الساعة، لذلك بننصح السادة قيد السيارات اتخاذ الحيطة والحذر حتى تهدأ سرعة الرياح لن يكون لها تأثير سلبي على القيادة الأمنة. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة بالإضافة للعلامات الإرشادية والعلامات التنظيمية بنفس الموقع لإرشاد قائد السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة. أيضا كافة أماكن المتنزهات، المولات، الكافيتريات، الحدائق العامة، الحدائق الخاصة، كورنيش النيل، ممشى أهل مصر، المنشآت السياحية، الفنادق، المنشآت الأثرية جميعها تم تعزيزها بخدمات مرورية نظرا لتواجد السادة المواطنين لقضاء أجازة نهاية الأسبوع وعيد العمال، بالإضافة إلى تعزيز المناطق التجارية لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع وإرشاد قائد السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. يمكن أبرز ملادينا اليوم غلق جزئي لطريق قيار اسكندرية الزراعي القادم من ميدان المؤسسة اتجاه كوبري أها بسبب أعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الموجودة أعلى كوبري أها، ومنها تم سحب السيارات إلى المسطح الأرضي لحين انتهاء الأعمال وتجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق قاهرة اسكندرية الصحراوي، هذا بخلاف طريق اسكندرية الصحراوي والذي يشهد أيضا أعمال تطوير ورفع كفاءة من محطة تحصيل الرسوم اتجاه منطقة مرغم، وتم تحويل حركة سير السيارات إلى طريق الخدمة. وهنا يجب أن نوضح نقطة مهمة جدا، أن تحويل السيارات الملاك إلى طريق الخدمة يؤدي إلى انخفاض السرعة من 100 كيلو متر في الساعة إلى 80 كيلو متر في الساعة، لذلك يجب على قائد السيارات اتخاذ الحيطة أثناء القيادة في طريق الخدمة بتخفيض السرعة إلى 80 كيلو متر في الساعة بحد أقصى حتى لا يتعرض لمخالفة رادارات. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بعلامات إرشادية وعلامات تنظيمية بالإضافة إلى الخدمات المضية لإرشاد قائد السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة وأسباب تلك مناطق الأعمال. أيضا يوجد غلق جزئي بشارع يوسف عباس وتم وضع أسوار حديدية بمناسبة أعمال إنشاء محطة قطار المونوريل بنفس الموقع،
وتم أيضا تعزيز الخدمات بنفس الموقع، وخاصة تقاطع شارع العروبة مع شارع يوسف عباس، وسحب تلك الكثافات اتجاه تقاطع شارع العروبة مع شارع الطيران. دائما وأبدا في نهاية الفقرة المضية بنشد صدقات السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وإن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين.